يظل الاحتفال بذكرى مولد نبي الهدى من كل عام معينا لا ينضب من نفحات السيرة النبوية العطرة التي تنير الطريق أمام الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، تبصرهم بطريق الحق المبين وتعينهم على الاسترشاد بصفات ومآثر النبي الكريم واتباع منهجه القويم. وبهذه المناسبة أقامت وزارة الأوقاف احتفالية شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعلماء وشيوخ وزارة الأوقاف وسفراء الدول العربية والإسلامية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى رسل الله أجمعين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى علينا وعليكم وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. وبعد، فلم ولن تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل إلى أن تقوم الساعة إنساناً خلق أو سيخلق أم بلى ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله عز وجل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لم ولن تعرف معلما أحسن تعليما وتأديبا وتطبيقا عمليا للسماحة والرحمة منه صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقاً وأصفاهم نفساً وأعظمهم داعياً ومعلماً وأكثرهم سماحة ويسرى. فعن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول: بين كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. فلما انتهيت من صلاتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يقول سيدنا معاوية: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال في لطف ولين: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ ما أهلكك؟ ما الذي أوقعك في الهلاك؟ وما الذنب الذي تشتكي منه؟ قال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد عقبة تعتقها؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال الرجل: لا. وهنا ننظر إلى أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل حتى للرجل صم شهرين متتابعين، وإنما قال له: هل تستطيع؟ ولم يقل له: أطعم 60 مسكينا، وإنما قال: هل تجد إطعام 60 مسكين؟ ذلك أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعض الوقت. يقول الصحابي: فبينما نحن على ذلك الحال أتي النبي صلى الله عليه وسلم
بمكتل فيه طم. فقال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقى من أهل بيتي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أي ما بين جانبي المدينة، أهل بيت أحوج إلى هذا الطمع من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال للرجل: خذه فأطعمه أهلك، أي فهو كفارة حتى لو أطعمته أهلك. أي عظمة وأي رحمة وأي سماحة بعد هذه السماحة! ما أحوجنا إلى التأسي بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، صدقا وأمانة وسماحة ووفاء ورحمة للعالمين، لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس، فخير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس أرحمهم بالناس، وما استحق أن يولد من عاش لنفسه. الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية، وقد أنزلت لسعادة الناس لا لشقائهم. يقول رب العزة مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول شوقي: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ويقول الإمام البوصيري رحمه الله: أبان مولده عن طيب عنصره. يا طيب مبتدأ، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال، مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وبهذه المناسبة الكريمة، فإننا سيادة الرئيس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، قد انتهينا بفضل الله عز وجل من إصدار المجموعة الثانية من سلسلة رؤية، وتضم 15 إصدارا هاما، من أهمها كتاب العقل والنص، الذي يؤكد على أهمية إعمال العقل في فهم النص وفق مقتضيات العصر، مع الحفاظ على ثوابت الشرع. وكتاب الجاهلية والصحوة، الذي يفند أباطيل أهل الشر في رمي مجتمعاتنا المسلمة المؤمنة الموحدة بالجاهلية ظلما وبهتانا، ويؤكد أن الصحوة الحقيقية ليست في مجرد الشكل الذي تتسطر خلفه هذه الجماعات، إنما الصحوة الحقيقية في الالتزام بجوهر الدين وقيمه السمحة، وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن نعمل على تقدم دولنا في مختلف المجالات. فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا بالعمل والإتقان احترم الناس ديننا ودنيانا. وبهذه المجموعة الجديدة يبلغ إجمالي ما صدر من هذه السلسلة في نحو 2.5 عامين 83 إصدارا، منها 35 كتابا باللغة العربية، و35 كتابا مترجما، و13 إصدارا من سلسلة رؤية للنشر، لتصبح هذه السلسلة بما تعالج من قضايا فكرية وثقافية وتصحيح للمفاهيم الخاطئة
أحد أهم عناصر بناء الوعي الرشيد في بابها ومجالها، مع عملنا المستمر على تحويل هذه الإصدارات إلى برامج تدريبية وتثقيفية للأئمة والواعظات ومعلم التربية الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وإلى محاضرات وندوات للشباب وغيرهم بالتعاون مع وزارة الشباب والجهات المعنية بصناعة الوعي في دولتنا المباركة. ويشرفني سيادة الرئيس باسمي وباسم جميع العاملين بالأوقاف أن أقدم أحدث مجموعة من هذه الإصدارات هدية لسيادتكم، مقدرين دوركم العظيم في بناء هذا الوطن ودعمكم الكريم للخطاب الوسطي المستنير واهتمامكم الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة والخطباء، وكل عام وسيادتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أكد خلال كلمته ضرورة إحياء صحيح الدين للخروج من الأزمات التي تعصف بالعالم اليوم والاهتداء بسنة النبي الكريم، مشيرا إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني في أرفع درجاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله وأعانه، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه ليسعدني أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الكريم ولأمتينا العربية والإسلامية شعوباً وحكاماً بأصدق التهاني وأطيبها في ذكرى مولد رسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذه الذكرى التي تهل علينا معانقة ذكرى ملحمة نصر أكتوبر من عام 1973، تلكم الملحمة المصرية الخالدة التي ملأتنا ولا تزال تملأنا بمشاعر الفخار والزهو والاعتزاز بجيش مصر العظيم الذي فاجأ العالم بما لم يكن في الحسبان من نصر كاسح أذهل المعتدين وحطم أساطيرهم وردهم على أعقابهم خاسرين. أيها الحفل الكريم، إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ليس احتفالا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم قليلاً أو كثيراً ثم لا يلبس أن يروح ويتركهم، إنه احتفال من نوع آخر مختلف، إنه احتفال بالنبوة وبالوحي الإلهي وسفارة السماء إلى الأرض والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله، إنه احتفال بالخلود في أرقى مظاهره وتجلياته، إنه احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية، وقد تمثل كل ذلك في طبائع الأنبياء والمرسلين الذين عصمهم الله من الزلل والانحراف وحرس سلوكهم من ضلالات النفس وغوايات الشياطين وفطر ظاهرهم وباطنهم على الحق والخير والرحمة. وقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المعارج المتعالية شأوا بعيدا حتى أطلق عليه الإنسان الكامل من فرط ما استوعبه استعداده الشريف من سمو في الفضائل
وسموق في الخلق والأدب الرفيع. يؤكد ذلك ما زخرت به مصنفات الشمائل المحمدية من أوصاف لا يمكن أن تجتمع لإنسان إلا إذا كان من هؤلاء الذين هيأهم الله لهذه الأوصاف وأعدهم للتحلي بحلاها. من هذه الأوصاف الشريفة وكمثال من عشرات الأمثلة بل من مئاتها التي يسردها عنه بعض أصحابه أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن غليظ الطبع ولا فاحشا في قوله وعمله ولا متفحشا ولا صخابا يرفع صوته في الطرقات والأسواق، ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة، وما رؤي منتقما من مظلمة ظلمها ما لم تنتهك محارم الله تعالى. فإذا انتهكت كان من أشد الناس غضبا، وكان يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم ويقول لهم: ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. وما خير هذا النبي الكريم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإذا دخل بيته كان بشرا من البشر، كان يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، يحلب شاته ويخدم نفسه، وكان يمسك لسانه إلا فيما يعنيه، وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يختلط بالناس ويحترس منهم ويلقاهم من غير أن يطوي على أحد منهم طلاقة وجهه وبشاشته، وكان يتفقد أصحابه، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من قول معروف. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، يوقر فيه الكبير ويرحم الصغير ويقدم ذو الحاجة ويحفظ حق الغريب، وقد كساه الله لباس الجمال وألقى عليه محبة ومهابة منه. ترك نفسه من ثلاث: الجدل والتعالي في معاشرة الناس وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يصبر للغريب على جفائه في كلامه ومسألته، وكان يمازح أصحابه، يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون، يعود مرضاهم في أقصى المدينة ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره، ومع شدة حبه للصلاة وولعه بها يسرع فيها إذا سمع بكاء صبي، وكان يقول: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أما موقفه من الدنيا وزينتها وأموالها ومتاعها فقد لخصه في جوامع كلمه بقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما لي وللدنيا، وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورآه عمر مرة مضطجعا على حصير قد أثر في جنبه الشريف، فهملت عينا عمر، فقال له: ما لك؟ فقال: يا رسول الله، أنت صفوة الله من خلقه
وكسرى وقيصر فيما هما فيه، فاحمر وجهه عليه السلام وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وقد حج حجة الوداع والمسلمون معه مد البصر، وجزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها في قبضة يده، فكان على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يدعو: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا قليل من كثير أيها الإخوة مما وصفه به صحابته رضوان الله عليهم، وردده من بعدهم المسلمون والمؤمنون به وبرسالته. وعلى الجانب الآخر، هناك الكثير أيضا مما قاله عنه عيون المفكرين والعلماء والفلاسفة والأدباء ومؤرخ الحضارات في الشرق والغرب من غير المسلمين، من أمثال غاندي وراما كريشنا ولامارتين ومونتغومري وات وزويمر وتولستوي ومونتيك وغيرهم، مما لا تسع المقام لذكرهم وسرد ما قالوه عنه وعن أخلاقه وعن شريعته وآمالهم في أن تعود اليوم لتصحح مسيرة العالم وتنقذ مصيره من هلاك مرتقب ودمار متوقع. وأكتفي من بين ما كتبه هؤلاء باقتطاف ما قاله برنارد شو، الكاتب والناقد الإنجليزي الذائع الصيت الذي تعرفه الدنيا بأسرها والمتوفى سنة 1950، يقول هذا المفكر العملاق عن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم: إن أوروبا الآن بدأت تدرك حكمة محمد وبدأت تعشق دينه، وإن أوروبا سوف تبرئ الإسلام مما اتهمته به من أراجيف رجالها ومفكريها في العصور الوسطى، وسيكون دين محمد هو النظام الذي تؤسس عليه أوروبا دعائم السلام والسعادة وتستند على فلسفته في حل المعضلات وفك المشكلات وحل العقد. ويقول: إني أعتقد أن رجلا كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم لتم له النجاح في حكمة، ولقاد العالم إلى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم السلام والسعادة المنشودة. ثم يقول: أجل، ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد ليحل قضاياه المعقدة بينما هو يتناول فنجانا من القهوة. الحفل الكريم، إذا كان برنارد شو يرى ضرورة عودة الهدي المحمدي لإنقاذ عالمنا اليوم، فإن هذه الضرورة أراها ألزم وأوجب لإنقاذ مجتمعات المسلمين أنفسهم من الأوضاع اللا إنسانية التي تردى فيها بعضهم ممن يزعمون انصياعهم لتعاليم هذا النبي الكريم واتباعهم لدينه وشريعته، بينما هم يقتلون الأبرياء ويحولون بيوت الله التي أذن أن ترفع للذكر والتسبيح، يحولونها إلى ساحات حرب تزهق فيها الأرواح وتراق الدماء وتنتثر الأشلاء وتستباح الحرمات وتهدر حقوق الناس وحقوق النساء والفتيات والأطفال. وإن هذا الوضع البائس لا يتكشف عن هموم وتحديات، أهمها وأخطرها أمران: الأول أن طوائف المسلمين وهم يقتل بعضهم بعضا يوظفون شريعة الإسلام في تبرير هذه الحرب، مما يعني أن بأسنا أصبح بيننا.
الأمر الثاني ما يصدره هذا العبث بالأرواح والدماء من صور وحشية قاسية تغذي النزعات اليمينية المتطرفة في الغرب والشرق، وما يسمى هناك بالإسلاموفوبيا، حتى أصبح الدفاع عن صورة الإسلام يبدو اليوم وكأنه أمر يصعب قبوله فضلاً عن تصديقه. يعرف ذلك كل من قدر له أن يدافع عن هذا الدين الذي ظلمه بعض أهله، وينافح عن سيرة نبيه الذي تنكر له بعض أتباعه، مع علمه أن هؤلاء وأمثالهم إنما يوظفون هذا الدين لأهوائهم ومآربهم، وهو منهم براء حتى وإن هتفوا باسمه وتزيوا بزيه. وفيما أعتقد فإن الخروج من هذه الأوضاع المعضلة لا يتحقق إلا بإحياء صحيح هذا الدين الحنيف واتخاذه نبراسا في سلوك المسلمين وتصرفاتهم، جنبا إلى جنب التأسي بصاحب هذه الذكرى صلوات الله عليه وترسيخ هديه في مناهج تعليمنا والاعتزاز برسالته وسنته. وفي ختام كلمتي أكرر تهنئتي لكم سيادة الرئيس، مع دعائي بأن يمنحكم الله تعالى المزيد من العزم والقوة، وأن يحقق على أيديكم آمال البلاد والعباد، وأن يحفظكم لمصر ويحفظ مصر بكم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، مؤكدا أنها ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلوني قبل ما أبدأ الكلمة بتاعت أن أنا أحيي دكتور أحمد عمر هاشم بعد إذنكم، يعني نحتفل اليوم معا بذكرى مولدي أشرف خلق الله وسيد المرسلين، الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير، إنه الحبيب المصطفى والرسول المكتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله جل وعلا ليغير وجه الدنيا بأسرها وليخرج الأمة من الظلمات إلى النور وينشر أسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض، وليدعو إلى العدل والخير والمحبة والمحبة والسلام. وبمناسبة هذه الذكرى العطرة أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكل الشعوب العربية والإسلامية، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. الحضور الكريم، إن رسالة الإسلام التي تلقاها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي اقرأ، وذلك إعلاء لشأن العلم والعلماء وتقديراً لأهمية التدبر وصولاً إلى الوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة، حيث دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أعمال نعمة العقل الغالية والفريدة في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. ومن هذا المنطلق دائماً ما نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين
التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة. ولعلكم تتفقون معي أن بناء الوعي، أن بناء وعي أمة، أي أمة، بناء صحيحا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة والهدامة التي تقوض قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، لتنحرف بهم بعيدا عن تأدية الأوامر الربانية من تعمير وإصلاح للكون لما فيه الخير للبشرية جمعاء، وكمنهج للإنسانية في ترقية النفس البشرية وضبط حركتها في الحياة. لذلك لزاما علينا الاستمرار في تلك المهمة والمسؤولية التاريخية ومضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية وعلماؤها الأجلاء لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها ونشر تعاليم الدين السامحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة. وأشير هنا إلى الكلمة، إلى أن الكلمة أمانة، عظم الإسلام من شأنها ونبهنا إلى أهمية رعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل. ومن هذا المنطلق أؤكد أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، وهي مسؤولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لنبني معا مسارا فكريا مستنيرا ورشيدا يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل. الأخوة والأخوات الحضور الكريم، إن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر وحق الناس جميعا في الحياة الكريمة، وإننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسا ومنهج عمل، فإنني أقول لكل المصريين إننا ماضون معا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه وحضارته، ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري، أعمالا بقول الحق تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الآية السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم ورفعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويظل تكريم الدولة لعلماء الدين ورجال الدعوة في هذه المناسبة من كل عام نبراسا يرشد كل سائر على طريق الاجتهاد والإخلاص في العمل، وشاهدا على تقدير وإجلال القيادة السياسية لرجال الدين وحملة لوائه. لذا فقد منح الرئيس السيسي بعضهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، أولا من داخل جمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا. الشيخ جابر طايع يوسف سلطان، رئيس القطاع الديني السابق.
الشيخ خالد عبد المحسن حسيني الجندي، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف. الشيخ إسماعيل الراوي محمد السيد نجدي، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء. المهندسة نهاد محمد سامي رضوان حتاتة، رئيس الإدارة المركزية السابق لشؤون مكتب وزير الأوقاف. الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف. المكرمون من خارج جمهورية مصر العربية، معالي الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق. الشيخ الدكتور عبد الله برج روال، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة جنوب السودان الشقيق. حقيقة يأتي هذا التكريم وهو تتويج لرحلة عطاء طويلة أديناها في وزارة الأوقاف بإخلاص وتجرد وبجد واجتهاد، وهذا يعطي إشارة واضحة أن الدولة لا تنسى المخلصين ولا تنسى المجدين والمجتهدين. رسالة كبيرة جدا من فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يقوم بتكريمنا، دلالة واضحة على أن الدولة لا تغفل ولا تنسى ولا تنام عن أبنائها المخلصين البرر الذين يقدمون جهدهم وعرقهم. كذلك شكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على ترشيحنا لهذا التكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. أن هذه الذكرى العظيمة التي نكرم في مناسبتها هي لصاحب الفضل العظيم على البشرية كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق أن تعجبني كلمة قالها أحد العلماء: محمد صلى الله عليه وسلم لأمته هدية، وكل الرسل لأممهم عطية. وفرق بين الهدية والعطية
لأن الهدية للمحبوبين والعطية للمحرومين المحتاجين. حقيقة ما أنا فيه اليوم نعمة من الله عز وجل، ساقها إلي على يد رئيسنا الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسأل الله أن يجزيه كل خير. هذه الذكرى العظيمة تأتي لتذكرنا نحن الدعاة بالمهمة العظيمة الملقاة على عاتقنا، وهي تبليغ رسالة الإسلام الحقة للعالمين كي تشرق حقائق الدين في قلوبهم. والحقيقة إن دور الشباب عظيم جدا، لأن صناعة الداعية المثقف ذي العقلية الجامعة يحتاج إلى علوم ومعارف ومهارات وأدوات ووسائل ومعرفة طرق التأثير والخطاب. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأن يكون على وعي عميق وفهم دقيق بالمستجدات، وأن يكون مواكبا للعصر. أهم عبرة نستلهمها من النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة مفيش مستحيل لا محال، يعني باختصار شديد الإنجاز الذي فعل حقيقة في الهجرة النبوية الشريفة، معناه أنه تم بناء المدينة أو بناء المجتمع المسلم في خلال 10 سنوات. النبي مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين. السنين العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها الأمة الإسلامية بكل مقوماتها وبكل ما فيها، كل الإنجازات الحضارية التي عرفت عن الإسلام كانت في 10 سنين فقط. فنحن الحقيقة في حاجة إلى أن نستلهم من تلك التجربة إلى أنه لا محال أمام عزيمة الإنسان وحضارة الإنسان بعد اعتماده على الله عز وجل. كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أهدى الرئيس السيسي نسخة من مصحف الأزهر الشريف، كما سلم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس السيسي أحدث إصدارات سلسلة رؤية لتصحيح مفاهيم الدين، تقديرا لدور الرئيس في بناء الوطن ودعم الخطاب الوسطي وتحسين الأحوال العلمية والمادية للخطباء. مولد نبي الرحمة تستلهم الأمة من سيرته العطرة الدروس والعبر، تتلمس قبسات من نوره، ترجو رحمات بشفاعته. ومع حلول هذه الذكرى العطرة للنبي الكريم، ما أحوج الأمة إلى استرجاع ما جاء به من صحيح الدين ومبادئ العدالة والمساواة وحب الأوطان. من مركز المنارة للمؤتمرات على أرشوان، النيل.